أعزائي المشاهدين، علم آخر من علماء العراق، ذلك هو الوزير ابن هبيرة، واسمه الكامل أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة. اخترناه موضوعاً لحديثنا ليس لمحض يعني استعراض حياته، كثيرون هم الوزراء وكثيرون من تولى المناصب المهمة، ولكن لما اتصف به من صفات نادرة قلما اجتمعت في وزير من الوزراء في ذلك العصر في الأقل. كان هذا الوزير يقدم في كل فعل يقوم به نموذجا للناصح الأمين والحكيم الكامل، وتحلى ببعد نظر في علما أنه ظهر في ظرف صعب تماما. كانت العراق يعاني في عصره من النفوذ السلجوقي، وكان الخلفاء العباسيون يحكمون يعني في أغلب الأحيان شكلا، وكان السلاطين السلاجقة هم الذين يحكمونه فعلا. يعني منذ عهد البويهيين ثم السلاجقة أصبح كثير من الخلفاء يعني لا يتمكنون من إدارة شؤون دولتهم، ولأن أما ملوك البويهيين وأما سلاطين السلاجقة كانوا هم المتنفذين والذين كانوا يديرون الأمور بأنفسهم. جاء هذا الوزير، عين هذا الوزير في منصبه في ظل ظرف صعب، الدولة بيد السلاجقة فعلا، والخليفة يعني يتولى الخلافة شكلا، وكانت مهمته هو أن يقوي مركز الخلافة وأن يضعف مركز السلطنة السلجوقية، يعني في ظرف صعب حقيقة. وعجز عن القيام بمثل هذا الدور وزراء سابقون وخلفاء سابقون، لذلك كانت سياسة هذا الوزير حصيفة وذكية، حتى وصف بأنه كان يعني يقوم بأنواع من المحاولات، ويقوم بأنواع من الجهود من أجل تنفيذ هذه السياسة دون أن تثير حفيظة السلاجقة، يعني يجريها سرا وبدون أن يلحظ أحد مراميه من هذا العمل أو من ذاك. على أي حال، كان الوزير ابن هبيرة وزيرا نادر المثال في أنه استطاع أن يوظف منصبه وأن يوظف خبراته بأن يخلص الخلافة من نفوذ السلاجقة في ذلك الظرف الصعب. من هو الوزير ابن هبيرة؟ هذا الرجل من بلدة الدور في شمال سامراء، نشأ في أسرة تعرف للعلم قيمته، وبالتالي وجهه أبوه للعلم والتعلم، ثم وافد إلى بغداد وأخذ يدرس على أيدي علمائها الكبار، ويتردد إلى مدارسها المهمة، ثم شاء الله أن يتوفى أبوه، وتعرض هو إلى ضائقة مالية يعني في هذا الظرف، لكن ذلك لم يحل دون أن يواصل دراسته على أيدي العلماء الكبار الذين كانت تحفل بهم بغداد، فقرأ القرآن بالروايات على كبار المجودين كبار القراء، قرأ الفقه على كبار الفقهاء، سمع الحديث النبوي على كبار المحدثين، أخذ العلوم من مصادرها ومن أساتذتها الكبار، واشتغل بالعلم وبالكتابة حتى أنه ألف عددا من الكتب المهمة التي ربما يتسع الوقت للإشارة إليها.
أيضا برزت مواهبه الأدبية فكان شاعرا، أورد بعض مترجميه نماذج من أشعاره وهي تنم على حس مرهف وعلى قدرة كبيرة على النظم. برزت مواهبه إلى الحد الذي لفتت نظر الخليفة القائم آنذاك وهو الخليفة المقتفي، فاستدعاه وقابله وعينه في وظيفة مهمة وهي أن يشرف على مخازن دار الخلافة. ومن يعين في مثل هكذا منصب يعني لا يعين إلا إذا ثبت للجميع نزاهة هذا الرجل، لأن مخازن دار الخلافة فيها كل شيء، ولا يعين مشرفا عليها إلا من ثبتت نزاهته وعفته وترفعه عن أي شبهة. فتولى هذا المنصب وتثبت وتأكد الجميع من نزاهته فعلا، لذلك اختاره الخليفة المقتدي لمنصب آخر وهو الإشراف على ديوان الزمام للزمام. وديوان الزمام هو أشبه بديوان الرقابة المالية في عصرنا هذا، الديوان الذي يشرف على ما يدخل وما يخرج من أموال للمؤسسات المختلفة يعني الدور دار الخلافة وما يدخل إليها وما يخرج من موارده، وأوجه الإنفاق عفوا. زاد تقدير الخليفة لكفاءة هذا الرجل ونزاهته فاختاره وزيرا له، وبالتالي بدأ يعني هبيرة عهده في هذا المنصب، ووجد بأن مهمته تتجاوز أن يكون وزيرا تقليديا إلى أن يكون وزيرا له نظره في تخليص الخلافة مما أحاط بها من موظفين رديئين ومسؤولين فاسدين ومن نفوذ ومن أتباع للسلاجقة ومن عيون ينقلون إليها إلى السلاجقة ما يجري في دار الخلافة. وجد فوضى في كثير من جوانب الحكم، وكان عليه أن يتصرف بسرعة من أجل تقوية مركز الخلافة وتقوية الدولة وتعزيز هيبتها في مقابل إضعاف شأن السلطنة السلجوقية الدخيلة، وتنظيف إذا جاز التعبير جهاز الحكم من أولئك الفاسدين والذين عليهم شبهات كثيرة مالية وإدارية وغيرها. وهكذا بدأ عمله، كان كما يقول المؤرخون يعني كلما عزل شخصا أو توفي شخص أو أخلى فلان موقعه لسبب ما كان يختار بدقة من يشغل هذا، يعني يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وبالتالي بدأ بتغيير يعني الهيئة الحاكمة أو يعني الموظفين، جهاز الموظفين بدأ يغيره تدريجيا دون أن يلحظ الكثيرون الهدف من ورائه. وكان يعين في مكان كل من يعزل أو يتوفى أو يرحل لأي سبب كان شخصا كان يوصف أنه من الصالحين، وحقيقة هؤلاء ليسوا من الصالحين بالضرورة أن يكونوا من الزاهدين وإن كان يتوخى هذا، ولكنه من الصالحين لإدارة شؤون الحكم من الكفؤين. وهكذا أخذ جهاز الحكم يعني يتحسن يتغير يتحسن أداؤه من خلال هذه المتغيرات التي كان يقوم بها، يعني عملية التغيير المجيء بالحسن ليحل محل السيء. وهكذا تحول الجهاز في معظمه في عهده إلى جهاز حكومي كفوء ونزيه. لاحظ
الخليفة مهارة وكفاءة هذا الرجل، وقال لم يلي، وله عبارة مشهورة الخليفة المقتفي قال لم يلي لبني العباس وزير كهذا، وزير يعني يهتم بالدولة أكثر من اهتمامه بنفسه. فعلا كان زاهدا، يعني رغم كل هذه السلطات التي حازها لكنه كان زاهدا في حياته الشخصية. حينما كان يتوفر لديه وقت كان ينشغل في التأليف والكتابة، يعني وعدا ذلك كان ينصرف إلى تدبير شؤون الدولة. وفي ذلك الظرف أعاد هيبة الدولة بعد أن زالت هذه الهيبة أو مسها شيء كثير من الضعف. أو الدولة ممثلة بالخليفة وأعوانه وموظفيه أصبحوا في ظل عهود الهيمنة الأجنبية، إن كانت بويهية أو كانت سلجوقية، مسها كثير من الضعف واختلت صورتها في أعين رعيتها. فكان يأتي بموظفين يؤمنون بأهمية الدولة، يعني محبين لهذه الدولة، يعني ما نسميه اليوم، يأتي بموظفين لهم ولاؤهم لهذه الدولة في مكان أولئك الذين كانوا يرون في الدولة بقرة يمكن أن يعني أن يستفيدوا، أن يستغلوها لمصالحهم الشخصية أو أن يكونوا أعوانا للسلاجقة أو غيرهم من أولي النفوذ. كانت هذه يعني مما تميز به. قال بعض المؤرخين، نقتطع نصا مهما هنا، قال وهو يصف الوزير ابن هبيرة، قال كان يجتهد في اتباع الصواب ويحذر الظلم ولا يلبس الحرير. لبس الحرير هنا مسألة تنم عن زهده، الرجل كان متعففا يعني عفيفا فيما يلبس وما يأكل. كان همه هو اتباع الصواب واجتناب الظلم، لذلك كان عادلا. قال مؤرخ آخر، كان مبالغا في تحصيل التعظيم للدولة، يعني في تأكيد هيبة الدولة وأهميتها بعد ظروف بعد العواصف التي مرت بها هذه الدولة، قامعا للمخالفين حتى حسم أمور السلاطين السلجوقية. حسم أمور، يعني حرر مركز الدولة، مركز الخلافة، من هيمنة تلك الأقوام التي سيطرت عليها في الفترات السابقة. ويقول مؤرخ آخر، أقام سوق الخلافة على ساقها وابتدع في النظام ممالكها واتساقها، سنشرح هذه الألفاظ، وتتبع ما أفسدته العين بالإصلاح وإلى غير ذلك. ماذا تعني هذه العبارات؟ تعني أنه اتبع سياسة تقوم على مبدأ الاستقلال في اتخاذ القرار. هذه أن تقوم سوق الخلافة على ساقها يعني أن تكون هذه المؤسسة قادر على اتخاذ قرارها دون تدخل من هيمنة أيا كان نوعها، دون الخضوع لأي إرادة أي قوة أو هيمنة أجنبية. ورعاية أهل الفضل والمعارف، يعني من وجه آخر الاعتماد على العناصر النزيهة والمثقفة، وضبط المملكة يعني القضاء على الفوضى. كل عبارة تدل على ما كان يؤديه هذا الوزير المحنك من سياسة صحيحة صائبة. كان المقتفي معجبا به وظل وزيرا في فترة خلافته. مع انشغاله هذا قلنا كان مؤلفا وشاعرا وفقيها وعالما. مع كل هذا ألف من مؤلفاته الإفصاح عن شرح معاني الصحاح، وهو كتاب في اللغة يقع في 19 مجلدا. تخيلوا هذا الوزير يعني العالم يكتب كتابا واحدا في 19 مجلدا. وحقيقة جمع بعض المعجبين به يعني شيئا من أقواله ومن مسائله العلمية، فشكل هذا كتبا قائمة بذاتها. لابن هبيرة شعر جزيل كما قلنا، جمعه بعض كتاب سيرته
فإذا به ينم عن رقة حس ورهافة شعور، مما يؤكد أن الرجل لم يكن إداريا صارما ويعني وإنما كان أيضا شاعرا له إحساسه وله حسه المرهف، وبالتالي ولذلك هو نجح، ولذلك هو نجح في أعماله هذه. من مآثره الجليلة أنه أنشأ مدرسة في الجانب الغربي، وتلك هي المدرسة الوحيدة في الجانب الغربي أنشأها الوزير ابن هبيرة، وألحق بها خزانة كبيرة للكتب، ووقف كتبه هو، مكتبته الشخصية وكتبه التي ألفها على هذه المدرسة في هذه الخزانة. وكانت تقع هذه المدرسة في منطقة عرفت باسم باب البصرة، نقدر موقعها قريبة من جسر باب المعظم أو في شمال جسر باب المعظم اليوم في أعلى الكرخ، في أعلى محلة الجعفر، محلة باب البصرة. أنشأ هذه المدرسة واختار لها أكفأ المدرسين من أولئك المدرسين، مثلاً أول أولئك المدرسين عالم جليل اسمه علي بن محمد ابن الزاغوني، نسبة إلى قرية زاغونة وهي زاغنية اليوم في منطقة إديالة. يعني استقطب إليها العلماء الكبار ودرسوا فيها، وكان يشرف على شؤون هذه المدرسة بنفسه، حتى إذا ما توفي هذا الرجل الكفوء العظيم في عام 560 للهجرة، جاء الخليفة بعد المقتفي وهو الخليفة المستنجد بالله، فصب جام غضبه عليه وهو كان قد توفي، فأصاب الضر أسرته، صادر ممتلكات أسرته وهي ممتلكات عادية، وصادر المدرسة مع أن المدرسة كانت موقوفة، وصادر كتبها مع أن الكتب كانت موقوفة هي أيضا، يعني الموقوفات لا تصادر هي مخلدة، لكن هذا الخليفة زين له بعض حاشيته ممن ضاقوا بأعمال الوزير ابن هبيرة حيا فأرادوا إيذاءه ميتا، وبالتالي صودرت مدرسته ومكتبته وحتى مؤلفاته، و يعني انتقاما من أعماله العظيمة التي قام بها، أعماله بالتأكيد تركت وراءها حساد ويعني أشخاص أصابهم الضرر نتيجة لقلعهم من مناصبهم وأبدالهم بمن هو خير منهم. هذه السياسة يعني في التي اتبعها لابد أنه كانت تترك يعني من هو يشعر بالغيظ وبالحسد من ما أصابه، وبالتالي وجد هؤلاء فرصتهم بعيد وفاته بأن شجعوا الخليفة التالي المستنجد بالله على مصادرة كل ما يملك. كان هذا جزاء هذا الوزير العظيم بأن يلاقي أهله كل تضييق، وحتى أن أحد المؤلفين جمع ما قيل فيه من الشعر، الشعراء امتدحوه إعجابا به، فجاء أحد الحاسدين فغسل هذا الكتاب، غسل هذا الكتاب يعني أزال مواضع الحبر حتى يمحي الأثر الحسن الطيب الذي تركه هذا الوزير، الوزير ابن هبيرة. إذن نموذج لما يمكن أن يؤديه الفرد في مجال الإصلاح، وأنموذج على المسؤول الذي جمع في شخصه بين العلم والحكمة وحسن الإدارة وحب الناس وحب الخير. رحم الله ابن هبيرة، وإلى حديث آخر، وإن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.